صباحنا خير بنويت عمي، ما بهاكم ما بقى خطوتكم. اوعى زي فيها السخطة، ما حرش عينه. ما عيني حرشة. شريف خير. يا حكاية. راي زي لبك ما تفهم وما يفهمش. اهلا لانجر، الله عينك يا سيدي الازرق. وراك انت الفهم، خدورت بتمي؟ ياه اسكت الفهم، يا ربي حني، يا ربي حني يزني خد ارتاح من عمري لحظة. حاشاك هذا سيدي الازرق. ما حاشانيش الفهم، وراك الدق. وراني ندق؟ وش تندني انا؟ خش من تحت الباب كل واصغر. الفهم وحل عيونك الفهم. وش مدير؟ عيعتك من دافي طربق عليك، هل فيه؟ خليت ليك الباب محلول بالذمة باش كي تجي ما تدبش ما تصورش الجيرة. بالذي لا 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 ولا شفت. هنا سيدي، فالخطرة الجاية كي نجي ونلقى ما تدق ما نحلش، كي نجينا لقى محلول ما ندقش. ثم عشاء؟ ما ثمش الفهم. ونسيش حتى نتعشي. واش هذي حفلة؟ ونشوف فيها الحفلة الفيلم. يعني فيلم الفيلم فيلم. بلحق يا سيدي اطلع فيلم. في عزة العلالي؟ ما فيش ولا عزة العلالي لا عزة المتحدي. في عادل إمام. هانو عادل إمام. هانو عادل إمام. يا عليلي في عادل إمام. شوف 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 بلعت بلعت الفهم. هاي بلعت الفهم. علاش مش نتفرج ناتو؟ مش تفرج على الانبوبة؟ ربي تستر ربي ت... باسس تعالي شبيه حوتة حصي فروت على حاله معيني ما تضرهم. يحييك يا مش اختلها مش اختلها علي طلع انت ما تخافش عني بحذيك يا بنت مانيش خايف عش بشي تو دي سخون شوية ما لخن فرجوا في الفيلم بيه يا حسونة شنو الوقت توا؟ ما نعرفش أمي فاطمة قيلة مازالوا درجين على هكا المسلسل التركي هو شي حياتي مش تقبلو حسونة يجعل منك حطنا المسلسل قبلك جي مش تقبلو يمينتي مازال درجين ويوفى الفيلم وبرا فاتتك لقطة ولا اثنين درجين هاي ندرش حالك يا مهند خليته حطوا له الفرد بين عينيه والقصاعة دارت أمي فاطمة بربي بربي برص المنجي خلك من الناس وين مش قمت يا ولادي خلي ساكتة ما قريت شيء حيوتة شكونوا هيك اللي حاشي راسه في قلصيطة سارق سارق هذاك سارق ترشق عينيه وهيك اللي راقدة على السطوك شكوني أمه لا تدعى تخلى السرق شرقت بيه مشي اقتلها خنقها هيا تريتو قيل عجبته الحكايه
شبيك حسونة؟ علاش عندي قلت نحكي لها على الفيلم مش قدامك خنقها. اقعد امي شبيك؟ ماكش باش تفرج في مهند؟ لا لا بنيتي اقدس انت مع رويجلك، انا باش ينظم حوايجاتي في القلص كانك على المسلسل غدوه يعاودوه نتفرج عليه. برا 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 ربي فضلك. هكا هكا غضبت تيزيك لو غضبت وحتى قالت ماشي باش تلقى البشا. ها حق حيط خيطني حكي لي هو كيف مش مرولتها مش قاعدت في بيتها. علي جد عليك باش نعطيها بيتنا بحلينا زويز بيك سايز راقدين راسه ذنبه في حكا. حرمت عليك بيك سايز يجي ماي بيك سايز دخل معايا ما ترجعش يا ودي شو رجعها تسيري غصتي باشا يا ودي شكون يعرف. ايوه وين نحطوها يا فطومة وين نحطوها؟ نحطوها فوق القلص نغطيوها ببطانية. من لا فيلم ربي يستر الليلة لا تعمل لنا كشمار. نعمل كشمار فاش قامي انت مقبله وانت مكبش في يغزر يديك فاش ولات زرق ذاك انت كبيش بتاع حب ماني نبوت عليك ما يديك سايس زعما هيا اخذ اخذ ماشي اخي شنو ناوي تزيد تسهر؟ تي مادام امو فاطمه ريحتها خلينا نخرجوا نصر شويه مع بعضنا. مسيك نميمتي تحب صراحه سخفتني راه وحرمنيها من المسلسل نتاعها. علاه تسخف زاد على ليله باش ترقد بكري باش تولي تسخف. نعرفها انا امي هذيك تقول لك مادام ساهرين على الفيلم ما فسدتش عليها. شفت مسكنا كيفاش تحاوط علينا انت بركه ديما ظالمها. حسنا امي هي اش عملت زاده بكري شرطي. يا امي شبيك امي شبيك زيدة يظهر لي تحت من الكرسي الماء 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 يا ولدي برا امشي انت جيب الماء. امي امي من قطوة تطيح كان في داري يا ربي. عليك عليك ما تحت في دارك ولا تحبي. يا اخي اش صار ركبتي ركبتي رخت بيا طحت من فوق الكرسي. اوه ودي شو طلعك فوق الكرسي برا جيب الثلج برا ثلج زيادة. بسم الله عليك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ميمتي بسم الله يا حيات. نعم انا وين يا بنتي؟ وين يا ميمتي في جنينة الباساج مو في بيتك. والمنجي منجي وين؟ المنجي في صفاقس يا عمي في صفاقس. يا ما على ولدي يا ما. شبيه وفاليجتي وين يا حياته؟ امي فاليجتك تو احنا لاهين بالفاليجه يا امي. اش فيها يا اخي الفاليج؟ شي ما فيها دبشيتي. بسم الله بسم الله بسم الله. اوه يا يا بارد بارد يتحمل شويه بارد تحمل بارد. شويه برك مازلت واقف انت يا ماني قد. قوم شوف الطبيب قوم تو مش مشي شوف الطبيب مالا غدوه ظهري ظهري وسويقتي تكسروا شوفوا لي بالحسانه. نعم لالا طب مش تاع الشيخ شي بلاصي بالحسانه يا ولدي برا امشي شوف الطبيب برا. يا ربي مش الطبيب يا حيات. نعم هذا شكون يا اخي الطبيبه؟ ليه يا امي هذيك حسونه مش الطبيب. ايوا حيوته. نعم شكون باش يخلص الطبيبه؟ تهنى يا ميمتي حسونه اللي باش يخلص. ملا يحييك يا حيوت كان جا الطبيب وانا مازلت دايخه قل له يكمل يشوف لي وفيناتي ما عادش نسمع بالباهي بي. كل جريلك الفهم انا بدنا ندحسوا لي للزرقاء. ها ونا هنا ها وش عاقبنا هنا ها سيدي ها 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 ها
احكم انت اخويا خيط من هنا خلينا نمشي نسكر المونغيل اخويا وخي نخاف من الضوء دي 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 يا ولدي باش معري نحكم هنا من هنا ودي بالحرام كيظل لابسين قشبي اصل لا نمسهم ولا نقربهم كيضربني التريسيتي ونعدي نام من غادي لغادي نهار العشاء ما تعشيتش ولدي ما تخافش ما تخاف يعني نخاف خلينا بشكل عام العبيد ودي شيبه مس الخيط سقعوا الضوء خليه فحمه في رسمه مشطر فهم مشطر انت نحكمنا انت نحكمنا الخيط عشان نموت فهم عشان نموت برا سيدي تسكر المونغيل برا لا امبر هسمع ولد التريسيتي راهو مخطر ما تمس الخيوط كان منانك في الضوء قول بيك برا برا فهم نبعش بطرني فيس همزوز هلوم مش تكفلني يا تو برا نقص وضع سيء لقيت زوز قصيت واحد باخر مزيد تحبني نقصو؟ ها بابوش مش بكترش قرسان تفضل تفضل دكتور تفضل الله وفيك ها شما لباس؟ لا ما تخافش سحسونة لباس كلا ضرب على جنبها وركبتها مرضضة شوية ذكها ولبس ما تزميش أمل قصدي ما تزميش مشكل لا ما ثم حتى مشكل هاو باش نعطيها حرابش وبومات وبقدرة ربي بعد جمعة تقوم تشطح شو هو نورمال دكتور شنو اللي نورمال تقوم تشطح لما قبل تيها كانت ما تحبش تشطيح لا لا مش نقص تشطح تشطح جست حبيت نوضح لك صورة شوية ذاك هاو رجعتني قلت رصيدي شي زاد كنا رصب الدير بها من بواطة لبواطة هنا بواطة يا راجل شوف خذ لها الدواء هذايا البومات اللي عندها باهية تنجم تكمل تستعملها مدة الجمعة الكل والحرابش يخفوا لها الوجيع تاخذ حربوشة كل يوم بعد العشاء ما أكثرش على خاطر نجم يعملوا لها ديزاليسيناسيو يعني التهيؤات تهنى دكتور هي من غير حرابش وعندها تهيؤات الماكلة دكتور تاكل كل شيء كل شيء إلا الفيزيت متاعي بيان سور بون تنجم تاخذ لها شوية حوت شوية كبدة دكتور قداش لازمك 70 دينار 70 ما تنساش الماجوراسيون سي حسونة جيت في تاكسي نقصت الماجوراسيون بتاع الفيزيت دوميسيل فهمتك فهمتك تفضل تفضل سيدي يا سيدي كثرهم عليك تفضل بارك الله فيك هاي سيدي نقول لك بالسلامة وإن شاء الله لاباس صباح الخير يعيشك لا لا ما تقلقش روحك عطونا نهبط وحدي على خير 70 يظن لي كان مشيت السوق جبتك بالحسنة خير يا ميمتي اش باش تعمل بيه توا انا ما نتهنى ونطمن لما نكلم الطبيب بالحسنة والويه يا عمي تكلم فيه توا مخر تي هاو عدى عليك الطبيب وقال لاباس شويه ترضريضو برا ولا مش كيف كيف مش كيف كيف لما حاله هو يديته خفيفه حتى كي دق لي زريقة ما حسيتهاش أما الطبيب الحسنة خير وهو دق لك زريقة يا ميمتي جاي عدي على ساقيك راه مش بشي لقح لك على الحسبة صار ما دق ليش زريقة ما دقش قلت لك شي بالحسنة خير ها حسونة شقالك نقول لك شقالي يا نور عليك يا فتومة خسرت سويقاتك خسرت صحيحتك وشبابك قال لي لشبابك لا برسينات المرأة لبس عليها ما عندها حتى شيء الحمد لله يا ربي هكا قال طبيبة اي يبرا جيب الدواء شو عيط توا مش نروح نجيب الدواء يا ميمتي يا ميمتي توا مخر توا غدوة الصباح يجيب لك ما قال شيء ناخر الطبيبة ما قال شيء ها حق ذكرت قال لي كثروا لها من البرود والمسوس وبعده عليها الكبده والقلب والحوض هذوكم يمشيوش مع الدواء وقال لي يزم الرعه والسكيت وترقد بكري قبل المغرب اي لا مسلسلات ولا تلفزه سبحان اخي قوم عيط قوم هلو من جيه يا وليكس يا وليكس يا ابو قلب يا وليكس يبدي نار صغير لا يوجع لا يحير يا وليكس السلام عليكم وعليك السلام ابدا وراء السيدي عبد الرحيم وخشبه ليكس في ليكس
لوكس. اي صبر ساكوتا اتفرج يا مدام القطيع ايش تقول بطباقها غسله وتحديده وتحطيها في باش بقاسي وتعلقيها في مقازة في البحيره بالذي لا اله الا الله ولا تهزيها اقل من 20 دينار. ها هاي تفضلي مدام هاي خش الداخل خش مرحبا بك. هي اكسي روحك وذراريك بدينار بدينار صغير لا يوجع لا يحير اوليك السا اوليك ابو قلب اوليك صباح الخير احسونه نهارك زين لقيتي وراك تقول فيها مرخوف تعب تعب ابو بوش تعب ونقص نور ما لا وقيل امورك في الجبهه مش في الليكس ها غالب ولا مغلوب بربي تو هذا منظر تاع غالب هلا غالب مالا راي مدنيا فيك مدنيا النوم الرحاي اسكت علي ابو بوش البارح تعطيت عليا ليله ما نحكي لكش ان شاء الله خير مشكل عزوزه نسيبتي طاحت البارح والله اكبر ومنعت منعت حتى طبيب قلب في الشيء مخطر طرز بيض وبرا برا ربي معاك كم أنا ماشي البير باش نحلو عندك اليوم من بعد برا مشي يشري الدواء ونرجع للدواء قلت لك يا بابا شنو نعرفها دور دور وتجي في راسي يسلم راسه قوي يعجلها في راس العدو هذاك هو واش تدن وسع بالك واصبر شوية حتى تروح تروح عندك الحق ما تعرفيش بكدا يا نسيبتي ريت بعد الطيحة تو باش تضرب وتكبش غادي والله أما كان لطف بيا ربي هذيك تروح كان لون 2012 وإن شاء الله اسمع اسمع راح راح تو أنت تحبها تروح في ساعة واش خص مالا يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم السلامة برا تو وخد مع رويحتك وبعد ولي لي المجازن دنو لها اجتماع خالق للعادة ونبدو لها التكتيك بجد بابوش هاني نقول لك ارقد لها حلفة ومن بعد تو نقول لك في النقر الصمدي نبدو لها بالمحاصرة الفردية ومن بعد ندق عليها بالهجوم بضرب 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 عليه باش بالك انت كنترول تاع القصرين يا ولدي اذا كنت لعبتنا العشرة التالي وتبدا تستنى في الفرصة وقتاش تعمل كونتر اتاك اسكت على روحك برا امشي اقضي مصالحك ومن بعد تو نقول لك التكتيك وها بالاختار الا بعد ما تروح ما ينادوش لينا للفريق الوطني لا ما نسماش بابوش يا وليكس يا وليكس يا ابني نار صغير لا يوجع لا يحير يا بريزه هاي باب اربع قطيعات قديش هذوما 4000 مدام 4000 4000 اي وصلت سولد لا لا ديك مدام طلامس في العينين زينه وبرا يا مالية يا حيات يا حيات يا حيات وينك يا حيات يا بنيتي وينك نعم يا أمي نعم ركبتي يا حيات ركبتي ركبتي يا حيات بسم الله عليك يا ميمتي صبر شوي صبر هاو حصونا مش هجيب لك في الدواء واش بيبطى سبيسيريا بعيدة لا لا قريبة ايكي هي قريبة لين بطى يا ميمتي هاو جاي في الثنية والمنجي المنجي شبيه ما يخدم على روحه قلت له شي ميمتو طاحت اوه يا عمي الويه نقولوا له يا ميمتي الويه هك صبحت لاباس لا لا يا حيات مانيش لاباس يا ميمتي الطبيب قال لاباس نهايرين وتقو نهايرين ما ظهر لي الطبيب اللي جبتهولي ما عجبنيش زريقة ما دقهاليش الطبيب ولد بن حسانة خير منه وعلى بن حسانة هذا وين ماشيه يا ميمتي ماشي نجيب لك فطورك يحييك يا حيات لا يقطعك يا بنيتي يا ناري عليك يا فطومة هو يا ناري فاتك المسلسل ندرش حالك يا مهند سلام أهلا بعرف أهلا مفتوح ايه مرحبا برافو وطلعت عندك كلمة هاي تفضل تفضل عاد هاي هاي اقعد اقعد فتوح اقعد خليني فاهمك الخدمة كيفاش مشيت معاك عارفي قال راجل مازلي فتوح أول حاجة تعطيني من الاخر من الاخر بالكل عارفي عندك انا رجال راه باهي فهمنا مالك كيف يجيك كليون عنده دار حانوت دبو للكري ولا للبيع كيف كيف تاخذ عليه الوراق ونسخن بطاقه تعريف اي نورمال بطاقه تعريف وكنزل معاها البيتروا البيتروا ليه باهي فتوح كي تاخذ عليه الوراق والعربون تعطيه فيهم بونو تيري نورمال هكاك البونوات ما تحكيش عربي ما تنقصش معايا ياسر عاده امورك في البوزيتيف بالضبط كيك نعب غزلك تو كتبنا عندك روتو مثلا الواحد مش يرجع مفتاح تحب حانوت دار كرا تمشي معاه ما تسيبوش هكاك تتفقد شو الشباك تطلعش مكسر باب سباله كوبا كي انا كوبا قالوا كوبا عارفي يضولي الحكايه كلي سامبل وانت تكومبليكي فيها تريدني انا في الخدمه انطبقت التعليميات فهمت كيفاه
كيك نعبك عطينا ما نتفهمنا مشيت معاك هاي ويك فما طيحيش يمشي للدنيا جيلي تعجبني يعجبني يا تكفعتو قول لي فتوه هاك ولاي خليني نوصل الفرماسي ونجي كي وين توصل قالوا توصل تيات عليك يا راجل عطيك انا رجال قلت ايه تتسال مادام حبيت هاتك الصحة فتوه يتحلى شنو؟ سايب روحك عارف فهمتك سايب روحك صحيتك مفتوح مفتوح وانت جاي عندي تبل الدار لميا وتجيك لميا تعجبني يعجبني هذاك اللي قاعد حرس وهي مولا القزالة ودقت النفس وساحب المقالة مفتوح ما تعلقش بوشة مزروبة نحكيو في الروتور عارك زين سي لمين عارك زين سي جبل وراك منوع وقيله مش قد بعضك جات فرقة الضو بالتأكيد مانيش قد بعض وكل واحد الوقت هذا قد بعضه يكون أما مفرد كالبعير المعبد أو مهبول يشار له بالبنات أخذ أخي البنات زاد غلو فيه هو على أمي وعلى رقدتها الشبيبة الشبيبة يا سي جبل شبيبة القروين تبع شبيبة القروين بتاعك الشباب الأمل الجديد اللي معملين عليه مش يرفع شأن البلاد حاش يرسوا في الرمل وما يحب لفتها تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل في واحد هرجع هرجع يا سلمين نارا والحديث الوعر بتاعك كذا يضني لي الدهداس بعد ما تمشي انت نضرب ليه هنا زوز حبارش في الليل يرقوا ويا ربيش فهمني سلا سلا تحبش نخطف ليك ساكو بريس ما يخاش بالبريس أرحب دقا دقا تحبش نجيب ليك زوز وكعيبات في الليل يرقوا ضربة ضربة عشي والتخلف وذيق الأفق يا سي جبلة نعمل له زادة إثير أرقان هاجر أمين وراك هاي ها طول بالك ولدي ولدي يا سي جبلة سي عفيف يا نعم سي عفيف 6 سنين وهو بطال لخدمة لقدمة قسم لي وقته على الخلط والكرة والسهريات ها مصروف نتاع نهار يعيش عائلة كاملة ويفضل ممكن قل له امشي يشوف خدمة على روحك يعمل لي فحية في الأكتاف في المعارف في شوف لي في زمر لي حد انت سلامين اخي ما وزمر له لا شوف لي حد يدبر لي خدمه ليكس يا سي جبل والله ماني مقصر معاه بالكل لو وش له 200,000 خدمه قالك ما يعجبونيش دي الولد كلمتين على بعضهم ما ينجمش يركبهم ويحب خدمه نظيفه وسهله وتجيب له برشا فلوس بدي جايبش خدمة انا سلامين 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 طول بالك انت عملت اللي عليك انت يدبر راسك اقعد 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 ريح تعب تعبني يا سي جبل يا سي الامين متاع ويش الكتاب هذا هذا كتاب في تاريخ المدينه تتقراه ما انا باش نعمل واش منك الكل الكل يا سيدي عليه ما يسالش يرحم بيك يا سي الامين بعد ما تكملوا تجيبوا لي الكتاب ابو يعطيك الصحه من وقتاش وليت تقرا الكتب يا سيدي لا لا اخوي ربي يعفو مش تنقراه هنا قلت نبيع الحسين الحماس فايش في احتويلة الراح ها اسلمين الراح الراح كيدي لهنا وش قلت ليه ها وقيل الكتب لحس ليه مخ عرف ابن روك الناس اللي يقف في الكتب كل فخر عمارهم ظل يلموا في الكواغط في الكياسات الاخرى مانع لو صلى على النبي يا حياته يا حياته زعما جيتها مراه انا عم يا ميمتي انا عم وينك بالساعه وانا نعيط اش تعمل اش عندي نعمل ميمتي في الكوجينه نحضر في الفطور والبرودو متاعك واش دبرت فطوره مازلت ما نعرفش تو نعمل سلايطه ونشوف اش عندي في الفريجيدير ولين المصروف والخساره لين ايوا اعمل فم برودو للجماعه الكل شنو طلعت يدك محلولك يا خونك ليه عاد ميمتي البارح حسونة قلت له مصلي روح لقى مقرونة جارية واليوم يروح يلقى برودو مسوس لما يهبط يتسكك الراجل وهو وين تو هاي ظهر لي هو اللي جاي وجاب الدواء هاي هاو جيك هاو جيك فتحية كسبة سلام اختي حيوت اهلا شنو احوالك لباسه هيا تفضل هاو عارفه بعث لك الدواء ان شاء الله كل شيء باللطف ليه اختي مش لينه ميمتي البارح تحت على ركبتها صرا هو للحاجه هيا ان شاء الله لاباس يعيشك
اي انت وصلت وصلت اطلع سلم عليه هات له ايه برا مشيت معاك ادخل ادخل حقا مبروك الخدمة الجديدة عايشك حياتي زوس دكالك عرس تانيك يا مبوش مشعبني اشتعب مطفع اخي احسن اوراك اخي ما زلت تخمم في العجوز نسيبتك لا ما حقنيش قولي سا شعملت انت بعد زوز سويرة زوز تريكو الزناتي يا ودي ما يشنحكي في الخدمة نحكي بنحكي لكينا فيها السبيع التكتيك ايه حسنا وراك وراك قال لي قوي سعد قال لي تو الامورة ذي يا راو لازمها الكمباس وتكسير الرأس راح ليه في الليل لا تو جيتك حاجة اخرى ترى صرفات 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 الفين ما تصرفات ما تكلمك الناس دي صرفات نفهمك يا محسوب شد اسمه مرتورة يكثر عليك يدك عليك عرس هو مولى القزلان قلت لي ميمتك اسمها دليلة كي خالتي يرحمها كانت تسكن حي الحبيب وين الجامع اي ما انا نسكن في الزنقة اللي وراها بيروحوا يحسونا فهمت كيف ايوه وانت شو اسمك فتحية حاجة فتحية اما في الشارع يعيطوا لي فتوح مين عامله في روحك هكا هك الرويس كيش كبة الدويرية وهاللبسة نتاع الزقلعية وهالسروال المريش امك ما تقلك شينا يموري حاجة عاد يمورك قال كل على كيفك ولبس على كيف الناس اي ما تعرف زادك افتكر على كيفك وتلبس على كيفك ما عندك فيها ما تقول صبا لا ما عندي ما اقول مادام قلت ميمتك مريضة ان شاء الله كحد الباس ليه لحنينة امورها في البيان كبر كبر وبرا يا حاجة يكبرنا في طاعته قديش عمرها اي ما تفوتش كش برشا فهمت اكلي تقول انت يا تزيدوا على بعضكم كان بالصبر قل لي انت صبية ولا متزوزة اسمع حاجة ايش نقول لك ريت هذيا تيحة جيتك باللطف اما المرة جاي ما عاش تعاودها فهمت مش باهي لك خاطر صفا صفا فتحية تعرفتوا على بعضكم مالا كعبة برجولية مش نورمال قد نعملك قي وقعد ليه حيوتة سكوزة مزروبة عارف يستنى فيا خلي نوصلك كيف بالك على روحك يا بنتي نورمال نعرفها اثنين بوبوبوبوبوب هالشلهب قديش صار لها تخدم على راجلك هذي اليوم امي بديت اليوم انا اقول لك حل عويناتك ورد بالك على رويجلك ميمتي وين مشي مخك فتحية عنا قديش نعرفوها هذيك بنت الحومة راي مش تاع هيفا مش تاع هيفا عويناتها تتراقص طلقت المحمص من قاع الطنجرة انا قلت لك ودبر راسك باهي يا امي باهي وين ماشيه ماشي الكوجينه يا امي شو دبرت قلت احنا نشويك عيبه حوت وانتي نعمل لك برودو تحب شي حاجه اخرى لا لا فيه البركه حوت يا ناري عليك يا فطومه تحت للبرودو سلام سلام شبيك فطومه صبا ايش من زافا باترون يا تخدم في السياره العزوزه اللي عندكم شكون سيبتي يا ودي مش نورمال الحاكم ريتو الحاكم ما يعملش هكاك صبا قل لي شعملت لك زاده يا ودي حلت لي بحث ما تحكيه شو اسمك واسم امك ونحي السيجارو من فمك كان شوف انا اش عامله فيا كل ما تجيب حذاله القلب بتاعي برجولي ليه برجولي بصحتك معلم صحتي خلت فيها حاجه يا صحتي تسمع برجولي انا ما تعدت ليش جمله انت تعرف ورا الحنينه كان زدت معايا دقيقه نغلط معاه والله حق غلطت معاه خاطر انا زاد راهو كيفك ما تعدليش اما الله غالب يحرز جد المراد تاعي في اللعبه انت تو سامحني باترون ظهرك اللي تستبند عليك وعامله روحها ما في بالياش فهمت يعني ما تحكيش مع المدام قالت تسربيها طبعا تسربيها ايه تسربي انا تبعتها تروح تبعتها تروح عاد راح تفتو عندي ما تعرفيش هذيك ليش قرنيتك يتكبش هذيك هكاك وزيد تو بعد الطيحه برا مش تضرب تلصق على القليله شر هذيك في الدار تاكل وتشرب وكلوه في قمه المعروف وصى على روحك باترون انت تعرف راس الحنينه ما نلقى لها حل ما تحكيش تلقاها ريت في الدار ما عادش تحط تينا دا تي العاصمه وضع واحيه وصى بالك وصى بالك زيد خو حق شو مذوبه يربيق خدش كل في الدواء ثوالي باترون الحراب شبركه 35 دينار 35 هش فما برات باش نبداو في المصروف فتوه نخطر روح للدار شو نلقى في حاجه ناكلها ونرجع لك سويعه من الزمان بارا ربي معاك نحن له
اهلا بحيوتها. صافا؟ ما قصرتش، قعدت تبلع حوتيت. هذيك الصخره. امك شو عملها؟ كير شويه، هكا في الصاله. يا غالي يا غالي. جيتك امي فاطمه. هاي الحمد لله عليك قمت امي فاطمه. ومروحة زادة أي الحمد لله. ليه مروحة؟ ريت الفليجة بحذية قلت لعلة. لا لا وليدي حطيتها حذية نحتقش حويجة نلقاها قريبة خير من اللي نقلق حياة ميمتك مستانسة وحيدتها الليل والنهار. شوية فيك قلت لي؟ قلت لك أنا وبنتك حياة نخدموك بعيدين وشوية فيك يا غالية. يحييك يا غالي يحسن يجعل منك جهزي نفطره. نهزك يا وليدي ما يمتك عيت من الفرش نحب نفطر معاكم. ايه علاش ليه يا غالي نهزك. اوه حسونة اشتعمل امي فوق ظهرك. امشي بكة عيدة بدك نحب نفطر معاكم. باهي باهي بسم الله بسم الله شوية بشوية. بربي عليه هكا امي عليه تي انا جايبت لك فطورك ودويك للصاله. لا لا نحب نجلس معاكم. اوه هيا امي امتي هيا هيا هبا بابا هيا 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 حتى انا قلت اش قلت مش باش تذوقني الحويته. لا كيفاش بي فاطمه يعني زيدت بي باش قال الحوت لي قلت لك بشويه حتى تشبع ريبشك. تضحك انتي قيل عجبتك الحكايه. بشفي يا امي بشفي يا امي فاطمه من لحوتة من لحوتة من ومن لتستيرة. يا بابا لك الريحة يا بابا لك الريحة تستيرة وكعبات الفريد هكا ممدودين. شو باش نعمل قلبي أنا شو باش نعمل قلبي أنا وقت وطول. يا بجوية يا بجوية سيبتي العزيزة من يوم ما دقيت على بابي قبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. الوحش والمحبة لا هطمع ولا المادة أمان يفتوح جريلي يشبيك حسونة معاك فتوح يانا ليك الزر اللوح يلي معاك يحل الفم من فتوح يجيه جلمي واللي زكم في البرلم حط ثم تلقى ثم وما تلقى فيه ما تلم بيري مي ولا عدم خليني يفتوح يا فاطمة يا فاطمة واشك دايرة في عمرك انت وهذاك تشخلول الديالة. سيبتي العزيزة من يوم ما طلت هالطلة عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا حلال. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة والله يا